لطالما اشتهرت الدمية الروسية بأشكالها المختلفة وألوانها البراقة والتي تحيلنا إلى تقاليد وأعراق الأسرة الروسية. المتروشكا قد تحتوي على 5 دمًا أو 20 دمية، وذلك حسب الطلب، إذ يقوم الروس مثلا باقتناء هذه الدمية لأبنائهم كونها رمز للحنان والأمومة، تهدى أيضا في فترة الأعياد الوطنية والدينية. Матрёшка может быть состоять из 20 куколок и из 100 куколок. Она может быть разной величины, но она не теряет своей сути. То есть мы в ней видим связь с теми поколениями. И если вы пройдете по Арбату, вы можете увидеть матрёшек со спортсменами, с артистами, с кем угодно. Вот появился Барак Обама, уже есть матрёшка с Бараком Обамой. تصنع المطروشكا من الخشب اللين على شكل قالب مقعر، بعدها تأتي مرحلة الرسام الذي يبدع في تلوينها كي تأخذ شكلا معينا، وبالطبع للفت انتباه السياح الذين يهمهم أن يروا قادتهما تباعا على شكل دمى روسية. تجاوزت المطروشكا بعدها الفنية والثقافية لتتبلور إلى رموز سياسية عبر تجسيد لمختلف الشخصيات الوازنة في الحقل السياسي الدولي. الرسامة سفيتلانا تقوم بهذا العمل يوميا وتحت ظروف قاسية، لكنها لم تخفي شغفها وحبها لعملها لما تعتبره هي واجهة ومرآة تعكس من خلالها تقاليد روسيا للسياح الأجانب. سفيتلانا آثرت إلا أن تهدينا إهداء خاصا وترسم لنا دمية عربونا على المحبة والإخاء. محمد أنس طموح، تلفزيون المشرق، موسكو.